عاملين ايه فيديو النهارده؟ فيديو حلو جدا، كلنا بنحب نجيب حاجات، ما بنبطلش شراء حاجات كتير خالص. فالنهارده جايبه مشتريات حلوه هتعجبكم ان شاء الله. فحبيت ان انا اوريها لكم، واحاول ان انا اقول لكم على حاجه بالاسعار. فاصل صغير هنعمل فيه لايك وسبسكرايب، فاصل صغير قد كده وارجع لكم على طول، فخليكم معايا. بعد الفاصل وجايبة حبة حاجات، منها حاجات للبيت وحاجات عناية، يعني عناية شخصية والكلام ده كله. فأول حاجة جبتها، جبت النوع دوت من الفلاولس، دي رولر، ايس رولر جديدة الماركة ديت، حلوة جدا. في منها بالبطاريات وفي نوع مش بالبطاريات، هبقى اعمل لكم طبعا فيديو باستفاضة اكتر عنها، بس انا حبيت ان انا اوريها لكم شكلها الاول. اهي دي بتتحط في التلاجة وبيتحط لها شحن، دي علشان انتفاخات العين والعلامات التقدم بتاعت العمر والكلام ده كله. فبتشيلي دي وبتحطي دي بتاعت الوش، ودي علشان العينين. اهي ممكن تركبي دي وبتحطي الحجارة بتاعتها من هنا، حلوة جدا جدا. هبقى اعمل لكم عنها فيديو بالتفصيل وهقول لكم تستخدم ازاي. دي كانت سعرها 170 جنيه، ودي العلبة بتاعتها، وده الكتالوج بتاعها كمان اهو، حلوة جدا بصراحة. الحاجات دي كلها اونلاين. نيجي بعد كده، ده كمان ده كسول او ميك اب ريموفر، اللي هو البيكنج باودر، ده كريمي كده، ده شكله. العلبة بتاعته 250 ملي، دي كانت ب70 او 80، هو لونه ابيض برضو. ده هبقى اقول لكم تستخدمه ازاي وتعملوا بيه ايه، بس حلو جدا جدا. دي برضو من ضمن الحاجات الجديدة اللي انا جبتها، ده ميك اب ريموفر. جبت كمان نسبلاش من فيكتوريا سيكريت، اللي هو فروت او فروتي حاجة كده، دي كبيرة، دي كانت ب100، مش اوريجينال، دي هاي كوفي. بحب اوي الحاجات اللي هي الشوجري، فكنت جربت ديت، فكنت بصراحة عايزة يعني حبيت ريحتها يعني، فكنت حابة ان انا اجربها تاني. حلوة جدا وثابتة وريحتها حلوة جدا بصراحة، جدا جدا يعني. بحب الحاجات اللي هي مدية على ريحة بحر كده وتبقى منعشة، فكنت حبيت فعلا النوع دوت، فحبيت ان انا اجربه تاني. ده مست برضو من ضمن الحاجات اللي انا جبتها، جبت المنظم الكيوت ده، قوي جدا يعني خالص، حلو قوي. راتان هو الماركة بتاعته او الخامة بتاعته، راتان، حلو. ممكن تحطي فيه، تحطي على مكتب، ممكن تحطي على الموبايل بتاعه من هنا، وانزل لكم برضو صورته. تحطي اقلام، تحطي نوت بوك بتاعتك، ممكن تحطي ريموت التكييفات جنبك على الترابيزة، يعني ليه استعمالات كتير بصراحة. وده كان سعره 25، كان فيه منه لون ابيض وكان فيه منه بيبي بلو، وانا جبت البيبي بينك دوت، فكان شكله حلو قوي وصغنطوطي كده، فحبيت برضو اوريه لكم. من برضو الحاجات اللي انا جبتها، جبت الصفاية بتاعت الحوض دي، هي طويلة كده بتيجي على الحوض، تحطي على الحوض الستانلس زي اللي في الصورة كده، اهي شايفينها اهي، بتبقى شكلها كده. ممكن تصفيها فيها مواعين، ممكن تحطي فيها خضار، هي برضو محطوط عليها خضار او فاكهة اهي، فكانت عجباني جدا. وبرضو جبت اللون البيبي بينك دوت، هي ماركة اللي هي وينر ديت، البلاستيكات بتاعتها بصراحة حلوة. فبرضو دي من ضمن الحاجات اللي انا جبتها، دي كانت ب25 برضو. برضو من ضمن الحاجات اللي انا جبتها للبيت، جبت
كده قطعت البطاطس اللي هي الحلزونية ديت، اهي جبت القطعة دي مشهورة جدا، بتحطي البطاطساية من هنا كده وبتلفيها، بتحطي دي هنا كده وتلفيها، بتطلع عليك حلزونية، او بتحطي فيها السوتيس، اي حاجة عايزة تخليها بالشكل دوت، هي محطوط عليها الخطوات بتاعتها اهي، علشان اللي حابب يعرف طريقتها بالظبط. وبيبقى جاي معاها 3 اسياخ او 4 اسياخ. دي كانت ب35. جبت كمان جوانتي، ده مستورد، حلو قوي، هو حلو ان هو وصل لحد الكوع. الجوانتي ده عاجبني ان هو وصل لحد الكوع. الجوانتي ده كان ب35. الماتيريال بتاعته بصراحة حلوة جدا، يعني حتى كده تحت كده حاطين عليه ان انت ممكن تستخدميه في الزراعة، في انت لو هتغسلي هدوم على ايدك، لو هتغسلي مواعين، يعني حلو. السيليكون بتاعه حلو، ده كمان مستورد، كان عاجبني اوي الماتيريال بتاعته. وزي ما قلت لكم ده كان سعره 35، فاللي حابب يجربه برضو، اللي هو اللون ده حلو، كل البنات يعني او الستات بتحب اللون ده. جبت بقى الشيالة بتاعت الكحك دي، عجبتني جدا جدا جدا. دي شكلها كان في منها الوان كتير، كان في احمر، كان في اسود، كان في الوان كتير، هنزلكوا برضو صورتها. دي شكلها، هي العلبة كبيرة شوية وضخمة، فخليوني اوريكم اللون اللي انا جبته. ده اللون اللي انا جبته، جبت اللي هو الاحمر الميتاليك دوت، شيك جدا 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 وخفيفة، وفي نفس الوقت الماتيريال بتاعتها حلوة، البلاستيك بتاعها اللي هو مكتوب عليها 5، رقم 5 اللي هو الصحي، حلوة. انا هوريلكوا بقى شكلها، هي بتبقى ب3 ادوار كده، بتركبيها هنا، دي تحطيها فوقيها، والقطعة الاخيرة ديت برضو بتحطيها فوقيها، فبتبقى بالشكل ده. هعدلكوا برضو زاوية الكاميرا عشان تشوفوها اكتر. بصوا تقريبا كده انتوا هتبقوا شايفينها اكتر اهي، دي كده شكلها، هي بتبقى 3 ادوار بالشكل ده، شكلها عسل جدا وكبيرة مش صغيرة. فجبتها دي كانت ب80، 75 حاجة كده، وبتيجي في العلبة بتاعتها، فكانت عجباني برضو. دي كانت معظم مشترياتي النهاردة، يا رب اكون عجبتكم زي ما هي ما عجبتني، واشوفكم في فيديو جديد. ولو عجبتكم نوعية المشتريات بقولولي هعمل لكم تاني. اقول لكم دلوقتي باي باي.